الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي بمعنى الأصح أصدر تقرير إنباء يوم الخميس، تقرير يتضمن تدخل سافر في الشأن المصري، طلب إغلاق قضايا، تعديل قوانين، اتخاذ إجراءات ضد بعض القوى، ضد بعض المنظمات. حضرتك شايف هذا تدخل سياسي أم تدخل من الدول، أم هذه البرلمانات لا تعبر إلا عن أنفسها فقط؟ هو تجاوز، ردت عليه كل من الجهتين المصريتين المسؤولتين، نعم، وهو البرلمان المصري ووزارة الخارجية المصرية. نعم، هو تجاوز. هو هناك حادث أليم بمقتل أحد المواطنين الأوروبيين الطلينة على الأرض المصرية. نعم، ولكن يعني حضرتك أو هم يقدروا يقولوا لي مين اللي قتل الرئيس كينيدي من أكثر من 50 سنة؟ 63. إذا كان حد يعرف من الذي قتل كينيدي يستطيع أن يلومنا، لأننا ما عرفناش في 4 أسابيع من الذي قتل الشاب الإيطالي. الحاجة الثانية أنه أوروبا بصفة عامة هي أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لم توفق أوضحها ولم تقرأ قراءة صحيحة لما يجري في منطقة الشرق الأوسط وقيمة مصر. أوروبا بوابتها أوروبا الجنوبية، إيطاليا، نعم، واليونان، وهي عرفت من خلال اليونان كيف يمكن أن يتدفق 1.5 مليون لاجئ ونازح في عام واحد، وعرفت ألمانيا كيف تدخم بمليون لاجئ في سنة واحدة ولا تعرف كيف تتصرف، نعم، وتهز المواقف الداخلية فيها. أنا أقول لأوروبا تصوري لا قدر الله أن لك مشكلة مع مصر، احنا نحط 10 مليون لاجئ في السنة. 10 مليون لاجئ، يعني لو لا قدر الله مصر اتهزت، ايوه، لو ان النظام السيسي ده ما بيحبهوش اتهز، لو ان ما يحدث في ليبيا لا قدر الله بيحضر في مصر، احنا نقدر نحط لهم في السنة 10 مليون لاجئ. الامن الاوروبي مرتبط حتى في السويد مرتبط بامن اليونان وايطاليا ودول المتوسط، ونحن دولة اساسية من دول المتوسط، عندنا فوق 1000 كيلو من حدودها، وعندنا 90 مليون، وحدودنا الجنوبية ممتدة من الساحل والصحراء حيث توجد القاعدة في بلاد المغرب وبوكو حرام والشباب الصومالي واللاجئين من جنوب السودان ومن إريتريا. على أوروبا أن تعيد تقدير موقفها وأن تضع الأمور في حجبها ونصابها. في حادث يحقق فيه في تعاون كامل مع من جانب مصر،